بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل رابع محاضرات التعليم الإلكتروني اللي مقرر مراجعة واحد. المحاضرة اللي فاتت احنا بدأنا الفصل الثاني اللي كنا بنتكلم فيه عن المراجع الخارجي. بدأنا الفصل ان احنا نتكلم على شروط التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية، وكمان اتناولنا الصفات الشخصية والأخلاقية اللي لازم تتوافر في الشخص اللي قرر ان هو يعمل مراجع خارجي او بيتم تأهيله ان هو يعمل مراجع خارجي. النهاردة هنكمل الفصل الثاني وهنتكلم على الحياد والاستقلال والعناية المهنية الواجبة، وهي حقوق وواجبات المراجع الخارجي وفقا لقانون الشركات المصري. تعالوا نبدأ مع بعض بأول جزء من المحاضرة اللي هو الحياد والاستقلال. الحياد والاستقلال، الاستقلال عندي هو أحد المبادئ أو المفاهيم المهمة اللي بتقوم عليها مهنة المراجعة، ومش هنبالغ لو قلنا أن مهنة المراجعة العمود الفقري ليها هو الحياد والاستقلال. مصطلح الاستقلال او كلمة الاستقلال اللي احنا بنقولها مش بس بتندرج تحت المراجع الخارجي، ان المراجع لازم يكون مستقل، لا، لكن الحياد والاستقلال بيمتد ليشمل المراجع الخارجي ومكتب المراجعة اللي بيعمل فيه المراجع الخارجي ومهنة المراجعة ككل. يبقى اذا عندي الحياد والاستقلال او الاستقلال بيمتد ليشمل كل الجوانب اللي بيقوم بيها المراجع الخارجي، بداية من اللحظة اللي هيجيله فيها خطاب التكليف ويقبل مهمة المراجعة، مرورا بخطة المراجعة اللي هيعملها وتنفيذ الخطة دي، وصولا لتقرير المراجعة اللي هيصدره. يبقى إذن عندي الحياد والاستقلال بيمتد ليشمل كل ما يتعلق بكلمة مراجعة ومهنة المراجعة، الشخص القائم بالمراجعة والمكتب اللي تابع ليه هذا الشخص والإجراءات اللي بياخدها الشخص ده، كمان المهنة نفسها لازم يكون فيها استقلال. تمام؟ طيب ايه هو معنى كلمة استقلال او حياد؟ استقلال او حياد معناها ان احنا بناخد وجهة نظر غير متحيزة لما بنيجي نعمل خدمة المراجعة، لما بنيجي نأدي خدمات المراجعة، لما بنيجي نصدر التقرير. يعني حضرتك لما بتعمل المراجعة او عملية المراجعة وتبدأ عملية المراجعة بتاعتك، ما بتاخدش حساب او طرف جانب على حساب الطرف الاخر، بالعكس انت بتكون شخص مستقل ما بيأثرش فيك اي قرارات او اي تجاذبات او اي تعارضات ما بينك وما بين اي حد تاني. يبقى اذا عندي هنا لو انا حصل وانا بعمل مهنة المراجعة تم ادراك ان المراجع الخارجي ده غير محايد او غير مستقل او متحيز تجاه طرف عن طرف تاني، فبالتالي انا برفض الخدمة دي وبعتبر الخدمة دي ما قدتش مهنتها، كأن العمود الفقري للمهنة مش موجود وكأن حجر الاساس اللي هتقوم عليه المهنة مش موجود. يعني على سبيل المثال لو حضرتك مراجع لشركة هتقدم قرض البنك، لو المسؤولين عن البنك ده حسوا بعدم حياديتك، يبقى إذن عندي هنا، أو حسوا إن أنت بتدافع عن العميل، يبقى إذن عندي فقدت الحيادية والاستقلال وفقدت المهنة أساسها. تمام؟ طيب كل معايير المحرجة وكل قواعد العمل المهني وكل قواعد وأخلاقيات السلوك أكدت إن لازم يكون في حياد واستقلال، لازم يكون في حياد واستقلال. حياد واستقلال عندي من المفاهيم المهمة جدا اللي بيعتمد عليها الإطار النظري للمراجعة، وبينتج الحياد والاستقلال من فردين أساسيين في المراجعة. الفرد الأولاني إنه لا يوجد بالضرورة تعارض في المصالح ما بين المراجع والعميل. الفرد يعني إن في احتمال بيكون في تعارض في المصالح ما بين الإدارة واللي بيعد القوائم المالية اللي بتمثل موضوع اهتمام المراجع، لأن المراجع بيبص على القوائم المالية. يبقى بالتالي الشخص اللي هيقوم بفحص القوائم دي لازم يتسم بقدر كبير جدا من الاستقلالية، وما يكونش ليه علاقة او مصلحة مع الادارة او مع الشركة موضوع المراجعة او منشاء موضوع المراجعة اللي ممكن تسبب له مكاسب من تلك القوائم غير المعدة بشكل صادق او عادل. يعني لو نفتكر احنا كنا بنتكلم على سبب ظهور عملية المراجعة في المحاضرة الاولى خالص، قلنا ان سبب ظهور عملية المراجعة وجود تضارب في المصالح ما بين الادارة وما بين الملاك. يبقى اذا في احتمالية ان يكون في تضارب ما بين الادارة وما بين ملاك المشروع. تمام؟ المراجع لازم يكون مستقل عن هذا التضارب في المصالح، لازم يكون مستقل تماما وبياخدش حساب طرف على طرف تاني، وما يفترضش ابدا ان معنى ان في تضارب في المصالح ان معنى ذلك ان ممكن تكون الادارة فعلا بتلعب في القوائم المالية. تمام؟ ده اول فرد. الفرد التاني اللي بتقوم عليه الاستقلال ان المراجع بيمارس مهمته كمراجع فقط على وجه التحديد. يعني ايه؟ يعني المراجع لما بيؤدي مهنة المراجعة لازم يؤدي مهنة المراجعة مهنة المراجعة فقط، ولا ينظر للخدمات بخلاف المراجعة. المراجع يعني ايه خدمات بخلاف المراجعة؟ يعني ممكن المراجع عندي
يؤدي خدمات أخرى بخلاف المراجع، غير مهنة المراجع اللي بيقدمها. ممكن يقدم خدمات استشارية، ممكن يقدم خدمات ضرائب، ممكن يقدم خدمات محاسبة. في الواقع العملي تأدية المراجع الخدمات دي بيكون بيديله عائد وأتعاب أعلى كتير جدا من تأديته لمهنة المراجعة. ولكن لازم المراجع ما يعتمدش على هذه الخدمات، لا، هو بيعمل خدمة المراجعة بس، ومفروض انه يبص للخدمات دي انها دور سنة وهو بيعمله ومش مسؤوليته. خلاص، يبقى المراجع عندي لازم يكون في سلوكه خلاص او في مظهره بيمارس مسؤولية المراجعة، سواء في مرحلة المراجعة او في جمع الادلة او في اصدار التقرير. طيب، ايه هو المفهوم المهني للاستقلال؟ يعني ايه كلمة استقلال اللي احنا عمالين نقولها؟ في اراء كتيرة جدا حاولت تحط تفسير الاستقلال والحياد المراجع، وظهر عندي تلات اراء او تلات مفاهيم اساسية: المفهوم الذاتي او الشخصي للاستقلال، والمفهوم الموضوعي او القانوني للاستقلال، والمفهوم الذاتي الموضوعي للاستقلال. اول حاجة عندي المفهوم الذاتي الشخصي. يعني ايه مفهوم الذاتي الشخصي؟ هنا المفهوم ده بيقوم ان الاستقلال هو مسألة ذهنية بحتة. يعني ايه مسألة ذهنية بحتة؟ يعني المراجع هو اللي هيحط في باله انا هكون مستقل، انا هكون مش هقبل اي اعمال تضر باستقلالي، وانا اتجاهي ان انا اكون شخص مستقل ومحايد في اداء اعمال المراجعة. تمام؟ يبقى اذا معنى ذلك ان المراجع نفسيا هو المتأهب وذهنيا هو المتأهب ان هو يكون مستقل. فبالتالي لما يكون كده، انا لما يكون هو الموضوع خارج ونابع من المراجع، وهي مسألة خاصة بيه، ذهنية خاصة بيه، فانا ما اقدرش احط معايير او مقاييس تقدر تقيس مدى التزام المراجع بالاستقلال. يبقى اذا عندي هنا الوحيد اللي يقدر يحكم اذا كان مستقل ولا لا هو المراجع نفسه. يعني المراجع بنفسه هو اللي بيحكم اذا كان مستقل ولا لا، لان هو الشخص الوحيد اللي عارف ايه اللي في ضميره وايه اللي في ذهنه. تمام؟ لكن رغم كده، رغم ان المراجع هو الوحيد اللي بيضمن استقلاليته الذهنية والوحيد اللي بيحكم على استقلاله، لكن الاستقلال الذهني او الذاتي والفكري والداخلي هو جوهر عملية او جوهر استقلال. رغم ان محدش بيشوفه ولا حد بيحس بيه غير المراجع نفسه، بس هو ده الجوهر، هو ده الاساس. طبعا من وجهة نظر الناس اللي برا ده مش كافي ان انا احكم على استقلاليته اذا كانت استقلاليته هو فعلا متمتع بالاستقلال التام ولا لا، لان ما عنديش ظواهر لده. تمام؟ يبقى المراجع عندي ممكن يكون اللي بنكلف لعملية المراجعة او اللي بيقوم بعملية المراجعة ممكن يكون مستقل، وممكن يكون بيراعي ضميره، ممكن يكون مستقل فكريا ومبيسمحش باي ضغوط انها تأثر عليه. خلاص؟ ولكن مثلا على سبيل المثال مراته بتشتغل في الشركة دي، فبالتالي هيشوفوه ان هو غير مستقل وغير محايد، لانه كل عملية ذهنية. فاحنا الناس بتاخد بالمظاهر وما بتاخدش بيه الذهني والداخلي، فبالتالي هيحكموا بان مراته بتعمل في هذه الشركة ان هو غير مستقل. تمام؟ طيب، ده المفهوم الاول هو المفهوم الذاتي او الشخصي. المفهوم بقى، طبعا قبل ما ناخد بالنا ان المفهوم الذاتي او الشخصي ده هو في الواقع هو الاستقلال الحقيقي. تمام؟ وغالبا معظم المنظمات المهنية بتعتنق الفكر الذاتي او الشخصي في الاستقلال. النوع التاني او المفهوم التاني من الاستقلال هو الاستقلال الموضوعي او القانوني. وده في ظل المفهوم ده احنا بنشوف الاستقلال المراجع مسألة موضوعية. يعني بنحط مجموعة من القواعد والمعايير بتحدد اذا كان المراجع فعلا مستقل ولا لا. وفي مجموعة المواقف والمعايير دي المراجع مفروض ان هو بيتجنب مواقف وحالات ممكن تأثر او تدعو للشك في استقلاليته. يبقى اذا عندي هنا المراجع اللي او المظهر القانوني او المفهوم القانوني والموضوعي بيحط بعض المواقف وبعض المعايير المراجع لازم يتبعها، ومواقف لازم يبعد عنها عشان اضمن استقلاليته. وبالتالي بنتيجة ان المظهر واضح ان المراجع مستقل، فكل الاطراف اللي ذات المصالح المتعارضة بتؤمن ان المراجع مستقل. خلاص؟ تمام؟ يبقى اذا عندي المراجع هنا وفقا للمفهوم ده المفروض يتحرر من اي مواقف او مصالح ممكن تخليه في موضع مساومة على استقلاله. تمام؟ والاستقلال ده هو استقلال بنسميه ظاهري او استقلال في المظهر. تمام؟ وده غالبا القوانين واللوائح والتشريعات بتحض عليه وبتتبعه، وخاصة قوانين الشركات. تمام؟ يبقى المفهوم الذاتي او الشخصي هو الاستقلال الحقيقي، المفهوم الموضوعي او القانوني هو الاستقلال في الجوهر. طيب، المفهوم الثالث بقى هو المفهوم الذاتي الموضوعي. المفهوم الذاتي الموضوعي ده هنلاقيه من اسمه هو مزيج ما بين المفهوم الاول اللي هو المفهوم الذاتي ان المراجع مستقل ذهنيا وعنده مسألة ذهنية بحتة واتجاه عقلي وفكر انه يكون مستقل،
وبين المفهوم الموضوعي اللي هو مجموعة المعايير والقواعد اللي والحالات اللي بيطلب القوانين من المراجع انه يتجنبها عشان ما تخلوش في موضع مساومة على استقلاله. يبقى المفهوم الذاتي الموضوعي بيشوف ان المراج ان ال... ان الاستقلال مفروض نبص له من حيث المظهر، او اسفه بنبص له من الجانب الذاتي اللي هو جانب ان الاستقلال مساله ذهنيه تتعلق بشخص المراجع الخارجي، وكمان بتبص له من الجانب الموضوعي ان مفروض فيه قواعد ومحايد بنحكم بيها على الاستقلال. يعني الاستقلال هنا مفروض يكون استقلال في المظهر وفي الجوهر. تمام. يبقى الاستقلال الحقيقي هنا مش بس، او الاستقلال عندي في وفق للمفهوم ده مش بس مفهوم ذاتي او نفسي او داخلي ويتعلق بالمراجع، لا ده كمان بيتعلق برؤية وادراك التانيين لمدى استقلالية المراجع ده. تمام. المفهوم ده تقريبا هو افضل مفهوم عشان نفسر بيه استقلالية وحيدية المراجع، وده المفهوم اللي احنا ماشيين عليه، ان لازم المراجع ذاتيا يكون عنده اعتناق لفكر الاستقلال، وفي نفس الوقت في بعض المظاهر اللي بيحافظ عليها وبعض الحالات والظروف اللي بيتجنبها، دي اللي بتودي للتانيين او للاطراف الاخرى اللي بص على المراجع من بره ان هو فعلا مستقل. تمام. يبقى انا عندي ثلاث مفاهيم بتشرح الاستقلال: مفهوم الذاتي والمفهوم الموضوعي والمفهوم الذاتي الموضوعي. طيب السؤال هنا بقى، امتى ابدا اطبق الاستقلال؟ ايه هي المرحله من مراحل المراجعه اللي اطبق فيها الاستقلال؟ طب تعالوا نراجع مع بعض ايه هي مراحل المراجعه. انا عندي المراجعه زي ما قلنا في المحاضره الاولى فيها ثلاث مراحل اساسيه: التخطيط، واحنا بنحط فيه البرنامج بتاع المراجعه اللي هننفذه، فبالتالي بما اني حطيت البرنامج فابدا التنفيذ واداء عمليه المراجعه، وبعد كده التقرير عن النتائج اللي انا بدي فيها الراي. طيب هل الاستقلال بس مطلوب في مرحله المراحل دي؟ هل لا انا لازم اكون مستقل بس وانا بدي الراي؟ لا، الاستقلال بتاعك او استقلال المراجع مش مطلوب بس في مرحله واحده، مش مطلوب في المرحله دي بس، مرحله الاستقلال في ابداء الراي، لا اذا كنت لازم اكون مستقل وغير متحيز وانا بقول رايي في القائمه ليه؟ لا، انت لازم تكون مستقل في كل مرحله من مراحل عمليه المراجعه. طبعا في المرحله الاخيره دي اللي هي مرحله ابداء الراي بيبقى فيها ضغط كبير على المراجع ومحاولات من العميل ان هو ياثر على المراجع ويحاول ياثر على الرأي اللي هيبدي، لكن المراجع بيظل لازم يظل مستقل، لازم يظل بيدي رأيه السليم والصحيح ويتغاضى عن أي ضغوط بيتعرض ليها وهو بيبدي الرأي. طيب تعالوا بقى نشوف امتى المراجع يكون مستقل، أو ازاي المراجع يكون مستقل عند التخطيط لعملية المراجعة، ازاي يكون مستقل عند تنفيذ عملية المراجعة، وازاي يكون مستقل عند إبداء الرأي وإصدار التقرير. اول حاجه الاستقلال عند التخطيط لعمليه المراجعه، يعني المراجع بيكون عنده الحريه الكامله في التخطيط لعمليه المراجعه، بيحدد برنامج المراجعه وتوقيت تحت البرنامج ده، وايه الاساليب اللي يستخدمها، وايه هو المساعدين اللي هيستخدمهم، والخطوات اللازمه المهمه جدا اللي تابعه للشركه او للقوائم الماليه اللي هو بيراجعها. يعني هو بيكون عنده استقلال تام في وضع الخطه واختيار المساعدين، وده بنسميه الاستقلال الفني. تمام. طيب الاستقلال عند تنفيذ المراجعة، وده بيشير او الاستقلال هنا بنعمله ان المراجع بيكون ليه الحرية الكاملة في انه يجمع ادلة الاثبات، ومفيش اي تحيز او تدخل يخليه يحد من نطاق عملية الفحص بتاعته، بحيث ان هو ممكن يشوف بص على كل السجلات وكل الدفاتر وكل المستندات وياخد اي معلومات او ايضاحات هو عايزها عشان يؤدي مهمته. مفيش حد هيحد من الحرية دي، ولا حد هيحد من الهدف بتاعه او النطاق اللي هو عايزه، وده بنسميه الاستقلال في الفحص. يبقى الاستقلال عند التخطيط ده بنسميه الاستقلال الفني، والاستقلال عند التنفيذ ده بنسميه الاستقلال في الفحص. التالت او الاستقلال في المرحلة التالتة اللي هي ابداء الرأي، ودي ان المراجع بيشير للمراجع الحرية الكاملة في ان هو يدي رأيه، الحرية الكاملة ان هو يدي رأيه، يكشف ويفصح عن نتائج المراجعة بكامل الحرية بدون أي ضغوط عليه عشان يغير الرأي أو يخفي الحقائق أو النتائج. والاستقلال في المرحلة دي احنا بنسميه الاستقلال في التقرير. يبقى إذن المراجع هنا عندي بيستخدم الاستقلال في كافة مراحل المراجعة، مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، وبخاصة والأخص عند إبداء الرأي. طيب
مع كل اللي بيتعرض له المراجع ومع كل ضروريات ان هو يحافظ على استقلاله. ازاي؟ القانون، قانون الشركات. احنا قلنا عندنا الاستقلال الذاتي، وده اللي بتشجعه المنظمات المهنية الخاصة بالمراجعة، وده معناه ان المراجع مستقل ذهنيا وفكريا. وقلنا الاستقلال الموضوعي او القانوني ده بيفرضه قوانين الشركات. طب ايه هي الضمانات اللي حافظت عليها او حطها قانون الشركات رقم 59 لسنة 81 في مصر عشان احافظ على استقلالية المراجع؟ القانون حافظ على استقلالية المراجع في 4 حاجات اساسية: في التعيين، وفي العزل، وفي تحديد الاتعاب، وفي حظر الجمع ما بين المراجعة وبعض الاعمال المتعارضة مع الاستقلال. يعني قوانين الشركات عموما حطت مجموعة من الضمانات والشروط اللي بتحمي استقلالية المراجع، وغالبا زي ما قلنا في التعيين والعزل وتحديد الاتعاب وحظر القيام ببعض الاعمال اللي بتتنافى مع الاستقلال. وفي مصر برضو نفس القانون رقم 26 لسنة 54 والمعدل بقانون رقم 159 لسنة 81 حط ضمانات. اول حاجة عندي في التعيين، التعيين عندي المراجع من حق الشخص اللي يعينه هي الجمعية العمومية للمساهمين وليس أصحاب الشركة، يعني إدارة الشركة، أسف، جمعية عمومية للمساهمين وليس إدارة الشركة، يعني إدارة الشركة ليس لها الحق في تعيين المراجع الخارجي. يبقى أنا بحمي استقلاله، لأن طبعا زي ما احنا قلنا المراجع الخارجي هو وكيل عن المساهمين وجه عشان يراقب أعمال الإدارة، فبالتالي ما يجسي إن الشخص اللي هو بيراقب أعماله هو الشخص اللي يعينه. يبقى القانون أجاز إن القانون قال إن مجلس الإدارة، أسف، إن الجمعية العمومية للمساهمين هي اللي تعين المعين المراجع الخارجي وليس الإدارة. ده القانون. طب نتكلم، هقول لكم على حاجة بقى في الواقع العملي. الواقع العملي إن اللي بيكون متواصل مع المراجع هي الإدارة وليس الجمعية العمومية للمساهمين. الواقع العملي بيقول إن الإدارة ممكن تدي إيحاءات للجمعية العمومية للمساهمين إن هم يغيروا المراجع ده أو يعينوه أو يرفضوه. ده للأسف الواقع العملي، رغم ان القانون مديهم الحرية التعيين ولكن بيتأثروا بقرارات الإدارة. طيب امتى الإدارة من حقها تعين مراجع خارجي؟ حالة واحدة بس أجاز فيها القانون للإدارة تعيين المراجع الخارجي، وهي خلو منصبه لأي سبب زي الوفاة مثلا. تمام، بعد بيروحوا معينين مراجع، وفي أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين بيعرضوا أمر تعيين المراجع ده، وفي الجمعية غالبا بتوافق على التعيين اللي حينته الإدارة. تمام، طيب ده تعيين المراجع. تاني ضمان الاستقلالية كان في عزل المراجع. اللي عنده سلطة التعيين هو اللي عنده سلطة العزل. يعني ما دام الجمعية العمومية للمساهمين هي اللي عينتك، يبقى الجمعية العمومية للمساهمين هي اللي هتعزلك. خلاص، يبقى القانون برضو أعطى حق عزل المراجع الخارجي للجمعية العمومية للمساهمين ومش لمجلس الإدارة، برضو عشان يضمن استقلالية المراجع. كمان القانون قال إن اللي هيقترح عزل المراجع لازم يكون فيه أسباب منطقية، ولازم فيه مبررات للعزل ده، ومن حق المراجع إنه يقرر أو يناقش اقتراحات عزله واقتراحات ويدافع عن نفسه. كمان تحديد الأتعاب. طيب تعالوا نشوف ليه القانون حاول يحمي المراجع في جانب تحديد الأتعاب. طبعا تحديد الأتعاب، ليه المسألة دي بترتبط بحيادية واستقلال المراجع من ناحيتين. اول حاجة عندي ان ما ينفعش ان الشخص اللي المراجع هيراقبه، يعني الادارة، اسيب لها حق انها تساوم المراجع الخارجي على اتعابه ويكون لها سلطان عليه. تمام، تاني حاجة وتاني جانب ان الاتعاب مفروض تكون مجزية وكافية للمجهود اللي بيبذله المراجع الخارجي، وبالتالي ما تكونش مرتبطة بالنتائج اللي هيوصل لها او تكون قليلة، فبالتالي هتخلي المراجع يتهاون في الشغل بتاعه. المشرع برضو أدى أو أعطى حرية تعيين تحديد الأتعاب للجمعية العمومية للمساهمين، وده طبعا حمى المراجع الخارجي، لكن ساب للجمعية أو ساب لمجلس الإدارة إن هو يعمل تفاوضات مع المراجع حوالين تحديد الأتعاب، بعد ما حدد الجمعية العمومية للمساهمين حد أقصى للأتعاب ما بتتعدهاش الإدارة. يعني قال للمجلس مجلس قال المجلس جمعيه جمعيه العموميه المساهمين حددي انت الاتعاب او الحد الاقصى للاتعاب، لكن ساب للاداره انها تتفاوض مع المراجع في حجم الاتعاب بتاعته بحيث لا تتعدى الحد الاقصى اللي حددته جمعيه العموميه المساهمين. طيب في رايكم هل القانون هنا حمى المراجع؟ لا، للاسف
القانون لما ادى حق التفاوض لمجلس الاداره فهو هنا اخفق في حمايه استقلال المراجع، لان طبعا هنا هيدي الفرصه للاداره. الجزء الاول احنا قلناه ان اللي هيحدد الاتعاب هيساوم المراجع، فبالتالي الاداره هنا بقت هي اللي بتحدد الاتعاب، فمن حقها انها تساوم المراجع على ما يخصها او ما يصلح او اللي هي عايزاه. فهنا في اخفاق من القانون في ان هو يحمي استقلاليه الايه المراجع. اخر حاجه اتكلم فيها القانون او حاول القانون فيها انه يحافظ على استقلاليه المراجع، انه حظر على الجمع ما بين المراجعه وبعض الاعمال المتعارضه مع الاستقلال. القانون قال ان المراجع ممنوع ان هو يحظر عليه اعمال معينه، وان هو يتولى اجراءات او يتولى مراكز في الشركه زي الشركه اللي هو اشترك في تاسيسها، او ان هو يكون عضو في مجلس الاداره، او بيشتغل بصفه دائمه باي عمل فني او اداري او استشاري، او يكون شريك او موظف او قريب حتى الدرجه الرابعه في اي بند من البنود المذكوره. يعني مفيش عنده قريب او شريك او موظف مشارك ساهم في تأسيس الشركة أو عضو في مجلس الإدارة أو بيشتغل بعمل إداري أو فني أو استشاري فيها. تمام، القانون قال إن المراجع كده. مع الأسف القانون تجاهل تماما أي مصالح مادية، تجاهل تماما أي مصالح مادية ترتبط ما بين المراجع والشركة. يعني ممكن المراجع يكون مالك لعدد من الأسهم في الشركة، ممكن يكون مقرض للشركة، ممكن يكون ليه معاملات تجارية مع الشركة، وده اخفاق تاني للقانون الشركات في حمايه استقلال المراجع، لان برضو المصالح الماديه هي جزء من الاجزاء اللي ممكن تاثر على استقلاليته وتخليه غير محايد، خاصه ان هو بيطلع على بيانات ومعلومات مش اي حد بيطلع عليها. طبعا القانون هنا المفروض ان هو يتعدل في سلطه تحديد الاتعاب، المفروض يتعدل في الحظر الخاص بموضوع المصلحه الماديه. ده بالنسبه للجانب الخاص بالحياد والاستقلال. يبقى احنا درسنا الحياد والاستقلال من حيث تعريفه، من حيث مفاهيم الحياد والاستقلال، من حيث ضمانات المحافظة على استقلالية المراجع في قانون الشركات، وعرفنا ازاي المراجع يقدر يطبق الاستقلال والحياد في مراحل المراجعة. دلوقتي هنتكلم على الجزء الثاني من المحاضرة وهي العناية المهنية الوجبة. العناية المهنية الوجبة، لو نفتكر في لما كنا بنتكلم على المعايير العامة او المعايير المقبولة قبولا عاما في المراجعة، كنا اتكلمنا في المعيار الثالث من المعايير العامة عن بذل المراجع العناية المهنية الواجبة، وقلنا ان لازم المراجع يبذل العناية المهنية الواجبة في اداء الفحص او المراجعة وفي اعداد التقرير. طبعا عشان المراجع يحقق المعيار ده لازم الاول يحقق المعيارين السابقين. تمام، المعيار السابقين كان بيقول ايه؟ ان المراجع عشان يتمكن من بذل العناية المهنية الواجبة في اداء الفحص واعداد التقرير لازم يكون مؤهل تأهيلا علميا وعمليا، وده اللي أخذنا المحاضرة اللي فاتت، وانه يكون متمتع بالاستقلال والحياد، وده اللي اتكلمنا عنه في اول المحاضرة. يبقى العناية المهنية الواجبة مطلوبة من المراجع انه يكون مجتهد في عمله، بيستخدم في اجتهاده ده كل خبراته العلمية والعملية، ولازم يكون مستقل ومحايد، وما يكونش مهمل في اداء اي جزء من اجزاء المراجعة، ويكون عنده وعي وادراك للمسؤولية الملقاة على عاتقه ومسؤول عن كل اعمال مساعدين. يبقى عشان تكون مراجع بيبذل العناية المهنية الواجبة يبقى لازم تكون مجتهد في الشغل في عملك، بتستخدم الخبرة العلمية والعملية اللي اكتسبتها، مستقل ومحايد، ما تهملش اي جزء من اجزاء عملية المراجعة، وكمان فاهم المسؤولية اللي انت شايلها ومسؤول عن كل الشغل اللي بيعمله المساعدين بتوعك. تمام، يبقى اذا عندي مدام المراجع عمل العناية المهنية الواجبة يبقى هو كده جنب نفسه اي مسؤولية ممكن العميل يقول ان المراجع لم يبذل العناية المهنية الواجبة. طيب العناية المهنية الواجبة بقى بتطلب ايه من المراجع؟ العناية المهنية الواجبة بتطلب من المراجع ثلاث حاجات: الاجتهاد واليقظة، عدم التعويل الكبير على استقامة ونزاهة العميل، والاشراف الدقيق على اعمال المساعدين. يبقى بتطلب منه ثلاث حاجات: الاجتهاد واليقظة، وعدم التعويل الكبير على استقامة ونزاهة العميل، والإشراف الدقيق على أعمال المساعدين. طيب تعالوا نشوف أول حاجة بتطلبها العناية المهنية الواجبة اللي هي الاجتهاد واليقظة. طيب مش معنى أن حضرتك بتبذل عناية أو أن أنا أثبت أنك بتبذل عناية مهنية واجبة أنك تكون متمسك بتنفيذ الإجراءات والتعليمات حرفيا، لا مش ده بس، كمان لازم يكون في حضور في الذهن في تفهم وأداء الإجراءات،
لازم تكون يقظ مقدر حجم المسؤولية اللي عليك، بتعمل التحريات والاستفسارات زي ما تطلبها الظروف، وما بتقتنعش بسهولة بظاهر الأمور والإيضاحات المقدمة من العميل واللي ممكن تكون هدفها الأساسي إنها تضللك. يبقى أنت لازم تكون واخد بالك من كل حاجة وتجتهد في فهم الأمور اللي قدامك كويس جدا. طيب، تاني حاجة عندي عدم التعويل الكبير على استقامة ونزاهة العميل، ودي مرتبطة بالشك المهني. يعني احنا ما بنفترضش ان العميل سليم ومستقيم ونزيه بنسبة 100%. العناية بتقول ان احنا مدام نكون معرفتنا بالعميل وبموظفين العميل، ومهما كنا عارفين ان هم معروف عنهم النزاهة والسمعة والاستقامة، لا ما اقدرش اصدق ده. معظم ان لم يكن كل الاختلاسات غالبا بتقع من موظفين قدامى موثوق فيهم وذوي سمعة طيبة. يبقى لازم يكون عندي اعمل الشك المهني عشان اقدر اوصل للحقيقة. يبقى العناية المهنية المواكبة مرتبطة باعمال الشك المهني، اشك ان ما ثقش بنسبة 100% ان الادارة نزيهة، او اعتبر انها غير نزيهة بنسبة 100%، لا عندي شك ان ممكن تكون في عدم نزاهة من الادارة. ثالث حاجة بتتطلبها العناية المهنية الواجبة هو الإشراف الدقيق على أعمال المساعدين. يعني المراجع بيتحمل مسؤولية الإشراف والرقابة الكاملة الكافية على أعمال الناس اللي بتشتغل معه أو المساعدين اللي هو اختارهم، عشان يتأكد إن هم التزموا بالإجراءات اللي المطلوبة اللي هو طلبها منهم، وإن هم فهموا المتطلبات دي مظبوط وقدروا إن هم ينفذوها، أو قدروا إن هم يتأكد من صحة تطبيقها في ظل الظروف المحيطة بعملية المراجعة، ويعرف تقديرهم الشخصي في بعض الأمور، ويعمل عملية تقييم لسلامة التقدير ده. يعني المراجع بيظل مسؤول عن أعمال مساعديه وما يحدث بها من أخطاء وإهمال، لأن في الآخر هو اللي بيمضي على التقرير المراجعة، هو اللي بيتحمل أي أخطاء التزم عملها المساعدين، إن المساعدين هو اللي بيختارهم، والمساعدين هو اللي بيراقب على شغلهم، وهو اللي بيتأكد من سلامة تنفيذهم للإجراءات والمهام المطلوبة منه. يبقى دي متطلبات العناية المهنية الواجبة. طيب دلوقتي لازم نبدأ نعرف ندخل على الجزء الثالث من المحاضرة، ونعرف ايه هي حقوق واجبات المراجع، وبكده هننهي الفصل الثاني بتاعنا. يبقى اذا عندي فاضل عندنا دلوقتي هنتكلم على حقوق واجبات المراجع. حقوق واجبات المراجع، المراجع عشان يؤدي أعماله مهام المراجعة لازم يكون ليه مجموعة من الحقوق المحددة ومجموعة من الواجبات المحددة. قوانين الشركات والقواعد المهنية في كل بلاد العالم حددت الحقوق والواجبات دي، وإحنا هناخد الحقوق والواجبات دي في البيئة المصرية، واللي بيحددها وبينظمها قانون الشركات رقم 59 لسنة 81. أول حاجة عندي حقوق المراجع في ظل قانون شركات الأموال اللي هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 81. أول حاجة من حقوقه أنه ليه الحق في كل وقت أنه يطلع على كل دفاتر الشركة وسجلاتها ومسترداتها، وليه الحق أنه يطلب كل البيانات والإيضاحات اللي ضروري أنه هياخدها، أو هو شايف أنه ضروري أنه يبص عليها ويحصل عليها عشان يؤدي مهمته، وليه الحق أنه هو يتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وليه الحق أنه يحصل على صورة أو نسخة من البيانات اللي بيبعتها مجلس الإدارة للمساهمين عشان يدعوهم لحضور الجمعية العمومية للمساهمين، وليه الحق في انه ياخد اختار ويناقش ويرد على اقتراح تغييره او عزله في الجمعية العمومية للمساهمين. كمان ليه الحق هو او من ينوب عنه من المراجعين اللي اشتركوا في عملية المراجعة ان هم يحضروا اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين. دي حقوقه. طيب ايه واجباته؟ واجبات المراجع عندي ان هو او من ينوب عنه انه ليه يحضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، ويتأكد من صحة الاجراءات اللي تم اتباعها في الدعوة للاجتماع ده. كمان حاجة ان هو لازم يدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراجع للشركة، وخاصة في الموافقة على الميزانية سواء بتحفظ او عدم تحفظ، او يرجعها لمجلس الادارة عشان فيها اخطاء كبيرة جدا. كمان حاجة المراجع يلحق ان هو يدلي تقريره او يدلي تقريره عن الجمعية العمومية المساهمين، والتقرير ده بيكون مشتمل على كل البيانات اللي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية. يبقى دي حقوق واجبات المراجع في شركات الأموال وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81. بكده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا، ويكون انتهى الفصل الثاني. الفصل الثاني احنا اتناولنا فيه المراجع، اتناولنا فيه عرفنا ايه هي اجراءات التأهيل المراجع العلمية والعملية في جمهورية مصر العربية،
كمان عرفنا ما معنى كلمة حاد واستقلال، وهي معنى الحاد والاستقلال وأهميته بالنسبة لمهنة المراجعة، وتكلمنا عن بذل العناية المهنية الواجبة، وهي الصفات الشخصية والأخلاقية التي تتوفر في المراجع الخارجي. كمان اتكلمنا على حقوق واجبات المراجع وفقا لقانون الشركات رقمية 59 لسنة 81. بكده ينتهي الفصل الثاني. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون محاضرة مراجعة على الفصل الأول والفصل الثاني، عشان نعرف إيه ممكن الأسئلة أو إيه هي النقاط اللي ممكن ما تكونش واضحة قدامنا فيما يتعلق بالفصل الأول والفصل الثاني. شكراً.